وهو لاعب مميز، وكل الصفقات بصراحة لاعب مميزة. وطبعا معظم الأندية بتقع، بس النادي الكبير لما بيقع بتبقى وقعته قليلة جدا، وبيبقى طبعا هو نادي كبير باسمه وبجمهوره وبشعبه في الوطن العربي وفي أفريقيا وفي الدنيا كلها. هو لاعب كويس ومستواه حلو، سريع ومهاري، الماتشات بس هياخد ماتشات ويفيد الأهلي جدا يعني إن شاء الله بإذن الله. أنا شايفه هو لاعب مميز جدا، هيعمل إضافة كبيرة جدا للفريق، خاصة بعد الإصابات والحاجات اللي حصلت الفترة الأخيرة. يعني لاعب قوي وسريع، وهيبقى إن شاء الله إضافة كبيرة جدا للأهلي، وجه في الوقت اللي الأهلي محتاجه فعلا حاليا. يعني شايف اللي هو إن شاء الله يكون إضافة كبيرة جدا. يعني لاعب كويس وإن شاء الله هيفيد الأهلي في الفترة الجاية، وكمان في ظل الإصابات الكتيرة اللي موجودة الفترة دي، أكيد هيفرق مع النادي، وإن شاء الله النادي يروح لمكان أحسن. يعني إن شاء الله هيفيد الأهلي، ويعني هو لاعب شايفه متميز في ظل الإصابات الموجودة حاليا في الأهلي، يعني فالأهلي محتاج للاعب زي كده يعني، فإن شاء الله يفيد الفريق كده ويعمل حاجة كويسة في النادي الأهلي. هيفيد الأهلي في الفترة الجاية دي عشان في إصابات كتيرة جدا في الأهلي، وهيفيد جدا بطريقة جميلة جدا عشان هو لاعب مهاري جدا، بس يعني نصبر عليه شوية يعني، ومحتاج بس فرصة. هو لاعب ممتاز جدا الصراحة، ويعني هو هيفيد الأهلي الفترة اللي جاية، لأن هو الأهلي محتاج ناس، لأن الإصابات كتير اليومين دول، فهو متميز يعني هيطلع منه حاجة حلوة اليومين دول.